مرحبا بكم مشاهدينا، الآن أنتم تتابعون في عملية تطهير شوارع مدينة سطيف بالماء ومادة الجافيل، وهذا تحسبا لأي طارئ، والهدف منه الحد من انتشار وباء كورونا. العملية تشرف عليها بلدية سطيف. وكذلك شركة إيكوسيت التي تعمل جاهدة على نظافة شوارع مدينة سطيف. كذلك أنتم تشاهدون في هذه الشاحنات المنظفة والتي تعمل دائما على تطهير وتعقيم شوارع المدينة بالماء ومادة الجافيل. شكرا لكم متابعينا، نلقاكم إن شاء الله في محطات أخرى إن شاء الله.